أنت تؤاخذ على الشيء الذي تعرف. يعني الآن قلنا المجلات لا يصح أن يقرأ فيها، هذا اللي فيها أبراج، لا تفتح القنوات التلفزيونية السحر أو ترسل لهم. الآن يقول لك أنت تريد تعرف هل شخصيتك أنت، هل أنت رومانسي أو عصبي؟ ارسل لنا رسالة. هكذا السحر الآن. الرسالة لا تقبل له صلاة 40 يوم. نعم، يقول هذه شخصية أو قراءة الكف، قراءة فنجان القهوة يقلبوه، هذا كله من السحر من الكهانة. أنت عليك بالرقية، لا تأتي أماكن الشبه، الأماكن الكتب التي فيها شيء، ابتعد عنها، ابتعد عن أصدقاء السوء. لا تخاف إلا من الله، اقرأ الأذكار، لا تفتقر إلا إلى الله، والله ما يضرك شيء بإذن الله.